ثقيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة. قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. أنت أخي الحبيب نعم الرجل لو كنت تصلي من الليل، وأنت أخت الفاضلة نعم الأخت ونعم المسلمة ونعم المؤمنة إن كنت تصلين بالليل، وإلا فلا. أيها الدعاة إلى الله، أيها العلماء، أنا أستغرب وأعجب كيف لداعية إلى الله يريد أن يتحرك بين الناس ليؤثر في قلوبهم وليشكل عقولهم، وهو ليس من أهل قيام الليل، لا يكون ذلك ورب الكعبة. فالليل علامة الصالحين ومدرسة الصالحين، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. ولذا أقول بملء فمي: من زعم أنه من الصالحين وهو لا يصلي من الليل فليعلم أنه أحد الكذابين. ده كلام شديد قوي، كلام شديد، ما تعودناش منك الله قد يا مولانا. لا، هذا هو الحق، هذا هو الصدق. جبت الكلام ده منين؟ إنه كلام سيد الصالحين، إنه كلام سيد المؤمنين، إنه كلام سيد المرسلين، إنه كلام إمام المتقين وقدوة المحققين صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. لا 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 لا، اسمع اسمع الكلام ده تاني، اسمع الكلام الغالي تاني من النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. إذن هذه علامة الصالحين، هذه سيمة الصالحين، قيام الليل. قيام الليل، أين أنت يا من ضيعت الليل كله أمام الأفلام والمسلسلات والمباريات؟ أين أنت يا من ضيعت الليل كله بالتنقل أمام الشاشات والفضائيات، ولم تركعي لرب الأرض والسماوات ركعات، ولم تفتحي كتاب الله جل وعلا، بل ولا حتى كتابا من كتب أهل العلم كما كان يفعل الإمام مالك رحمه الله، يقيم الليل بالفريضة أي بطلب العلم، فإذا كان وقت السحر قام فصلى ما شاء الله له أن يصلي، فيجمع بين قيام الليل بالفرض والنفل معا. هذا فهم آتاه الله عز وجل الإمام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هيا عاهد ربك الآن أيها الصالح، عاهدي ربك الآن أيتها الصالحة على قيام الليل. ساعة قبل الفجر بساعة، اضبط ساعة الوقت، اضبط المنبه قبل الفجر بساعة، أو على الأقل إن لم تستطع أن تقيم ساعة قبل الفجر فأقم هذه الساعة بعد العشاء مباشرة. ينفع يا مولانا ويبقى قيام ليل؟ أيوة ينفع ويبقى قيام ليل، أيوة، حتى لو ما نمتش، حتى لو ما نمتش. ولا دليل، وأعي ما أقول بإذن الله، عند من يقول بخلاف ذلك: يبدأ بفضل الله قيامك لليل بعد انتهائك من صلاة العشاء مباشرة. أما إن كنت تسألني عن الأفضل، عن الأفضل، فلا شك ولا ريب ولا خلاف بين أهل العلم أن أفضل صلاة الليل هي صلاة الثلث الأخير من الليل، الذي يتنزل فيه الحق تبارك وتعالى تنزلا يليق بكماله وجلاله، ليقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فأفضل أوقات القيام الثلث الأخير، لكن إن لم تستطع أن تقيم الليل في آخره في الثلث الأخير، فقف ساعة لله جل وعلا في أول الليل قبل أن تنام، قم بين يدي الله ساعة وارفع أكف الضراعة إليه. فما أحوجنا إلى هذه السهام التي لا تتوقف أبدا أبدا. أقصد سهام الليل، أقصد الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقيم الليل أول الليل، وكان عمر بن الخطاب يؤخر القيامة لآخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق: أخذت بالحيطة. وقال لعمر: أخذت بالعزم أو بالعزيمة. وأقر النبي
الرجلين الجليلين الكريمين أقر الصديق على قيامه في أول الليل، وأقر عمر على قيامه في آخر الليل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. واعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فأنا أذكر نفسي وإخواني من العلماء والدعاة بأنه يجب أن يكون لنا وقت بالليل مع ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول.